سلمى كمان رح نحكي عن موضوع يمكن نعرفه بشكل شائع بيناتنا لكن ما بنعرف شو حقيقته بشكل صح، وممكن يكون في كتير سلمى من المعلومات الغلط يلي بنسمع عنها. قديه الجسم بحاجة معادن معينة وفيتامينات معينة يمكن هي بتعطينا الطاقة، بتعطينا يمكن النفسية الحلوة، لكن اللي ما بنعرفه نقص هي الفيتامينات، أو كيف بنعرف إنه جسمنا ناقصنا هي الفيتامينات وكيف بنقدر نعوض هذا النقص والطرق. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع أخصائية التغذية رغداء الجبري. سعد صباحك. اهلا وسهلا فيك رغداء. سعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بدايه خلينا نعرف يعني في فيتامينات ومعادن كثير مهمه للجسم، خلينا نتعرف على ابرزها. الفيتامينات متعدده، فيتامينات منحله بالدسم وفيتامينات منحله بالماء. الفيتامينات منحله بالدسم الفيتامين دي واي وكي واي، هدول المنحلين بالدسم، يعني لازم يكون في وجود دسم لحتى ينحلوا داخل الجسم. وفي الفيتامينات المنحلة بالماء، مجموعة البي كاملة، الفيتامين سي وبعض الفيتامينات والمعادن اللي جسمي أصلا ما بيشكلها، نحن بناخدها من الطبيعة، من الغذاء اللي بناكله. يعني الحيوان ممكن يأكل النبات اللي هو فيه معادن نحن يوصلنا عن طريقه أو مباشرة من الخضروات أو من الطعام الموجود بالطبيعة. دائما رغدة بنسمع نحن عن حالات كثير من الناس يمكن اللي حوالينا نقص فيتامين د ونقص بي 12، يمكن هو عم نشوفه الاشياء رغم انه ممكن يكون نقص بفيتامينات اخرى، لكن الاشياء او الاكثر شيء بنسمعه ممكن نقص هدول النوعين من الفيتامين. خلينا نحكي عن اسباب نقصهم وشو بياثر على جسم الانسان في حال صار عنده هذا النقص. تمام. هلا الفيتامين د هو الاهم لانه هو يعتبر منظم هرموني حتى اكثر ما هو فيتامين، هو بيدخل بكل خليه من خلايا الجسم فهو مهم جدا. ونحن هو المصدر الرئيسي الشمس بالفتره الصباحيه صيف من الشروق للساعه 9 صباحا، فنحن شوي يعني الناس بتتجنب الشمس، الحراره مرتفعه، ممكن ناس تكون نايمه، فما ما بيوصلنا هذا الفيتامين بالشكل الصح، وبده يكون بشكل مباشر بدون ملابس لحتى يوصل لي يكون جلدي هاي الفيتامين. المرحله اللي بعده الاسماك الدهنيه حتى اغلب وشوي قليله عنا، سعره غالي شوي فبتبعد عن الناس. الالبان والاجبان بس بده يكون كامله الدسم لحتى انا يوصلني فيتامين د، لهيك نحن بنلاقي اغلب الناس عندها نقص فيه، فهو ممكن يسبب لي خلل هرموني، ممكن يسبب لي خلل استقلابي، اكتئاب او مزاجيه، هشاشه عظام، كثير في عندي يعني اعراض لنقص فيتامين د. والبي 12 كمان نفس الشيء، كمان هو مهم جدا، هو المصدر الرئيسي للحم الاحمر. كمان يمكن بسبب الظروف الاقتصاديه شوي قليل صارت، لهيك اغلب الناس عم نلاقي في عندها مشكله بالبي 12. نحن يعني عم نحاول هلا انه شو اعراض نقص بي 12؟ بي 12 غالبا هي تنميل الاطراف، يعني هي الظاهره الاكثر هو تنميل الاطراف، تعب، وهن، يعني مزاجيه احيانا، بس الفيتامين د اكثر المزاجيه. بدنا نحاول نحن نعرف المصادر البسيطه للفيتامينات والمعادن حتى نحصل عليها باعتبار في غلاء اسعار او وضع اقتصادي معين. طيب يعني كثير اوقات بنسمع عن اشخاص بياخذوا كورس مثلا سواء وصف له اياه طبيب شراب او ابر او حب، بياخذ كورس ممكن يستمر عليه شهرين ثلاثه اربعه وبعدين خلص ما عاد يتابع، متى ما شاف في شويه تحسن بينتهي الموضوع. خلينا نعرف قديش لازم او شو الطريقه المناسبه للشخص يعرف انه انا عم باخذ كفايتي يوميا ان كان بالغذاء او حتى بالمتممات الغذائيه، قديه الفتره المناسبه لحتى يتم التعويض والمؤشرات اللي لازم راقبها دائما؟ لا، نحن الافضل كمان اني انا اخذها من الغذاء الطبيعي.
ولانه في عندنا وضع اقتصاد معين او غلاء بالاسعار، فنحن لازم نعرف مصادر طبيعيه لحتى توصل لي. بس في ناس حتى لو اخذتها عن طريق متممات او عن طريق الغذاء الطبيعي ما عم يوصلها كامل الفيتامينات اللي ناقصتها او المعادن. طب في اسباب لهذا الشيء، خليني انا ادارك السبب الرئيسي وبعدها نحن بنكمل. مثل مشاكل تغذيه او هيك شيء؟ هلا لا، ممكن يكون دخول السكر المصنع المكرر بشكل كثير فوضوي وزياده عن حاجه الانسان. اصلا هو نحن لازم ناخذ السكريات من الطبيعه، يعني من سكر الفواكه وبكفينا كطاقه للجسم. وقت بيدخل السكر المكرر على الجسم فانا عم بخسر كالسيوم ومغنيسيوم وزنك وكثير امور وفيتامين سي اللي انا مهمه بجسمي. حتى خلينا نقول الخبز الاسفنجي يعني الصمون نحن بنقول له كمان، هذا نحن ممكن يروح لي حمض المعده. حمض المعدة مجرد ما خف عندي بسبب الخبز الإسفنجي أو بأسباب هضمية تانية، أنا ممكن يتروح لي كمان حمض المعدة. كتير مهم لتشكيل الفيتامينات، كتير مهم لحتى صنع أو كسر البروتين. في كتير مواضيع نحن لازم نربطها ببعض لأعرف أنا فعلا أخذت الغذاء مزبوط، أخذت فيتاميناتي ومعادني من هالغذاء، أو بدي أخذه على شكل متممات كمان استفدت منه. في كتير ناس تسمعي أنه أنا أخذت هذا الغذاء وما استفدت، أو منطول مثلا من 3 شهور لست شهور يا دوب أنه بيقولوا لك الدواء مو منيح. هو لا، أنا المشكلة فيني، أنا عندي مشكلة بجهازي الهضمي، عندي مشكلة بعشوائيتي بالسكر المتكرر. فهي الأمور أهم أني أنا اتبعها أول لحتى أنا أخذ من المصادر الطبيعية، وبفضل انه نحن ناخذها من المصادر الطبيعيه. هون خلينا نحكي بالتفصيل. اليوم مثل ما تفضلتي وحكيتي رغدة، يعني الظروف الاقتصاديه صعبه وهذا الشيء يعني ما عاد شيء مخفي، صار صعب اللحم الحمراء وصار صعب السمك وصار صعب اهم المصادر الطبيعيه مثل ما قلنا، لكن في مصادر ثانيه بنقدر نعوضها، يمكن اسعارها ارخص، ممكن تكون متاحه بشكل كثير كبير. خلينا نحكي عن هي المصادر. كل مصدر شو الفيتامين اللي بيقدمه؟ هلا في عنا اهم شيء هو الحديد اللي كثير وخصوصي السيدات بيعانوا منه، هو المصدر الرئيسي والافضل هو الحيواني مثل كبده الخروف، اللحوم الحمراء، هي المصدر الرئيسي خلينا نقول. طب انا ما عندي امكانيه اني اجيب هي المواد، ممكن ناخذها من الخضروات الداكنه اللون الاخضر الداكن، فهي بتكون غنيه بالحديد. ممكن ادعمها بالفيتامين سي حتى ثبت الحديد انا بغذائي. ما اشرب شاي مباشره بعد الغداء لحتى احافظ على الحديد الموجود. ممكن اخذ هلا الافوكادو شوي رحنا، خلينا على الورقيات. ممكن في عندي كمان ممكن الفيتامين د، انا كيف بدي اخده اذا مثلا السمك صعب شوي نوصل له، نعرض حالنا للشمس كل يوم 10 دقائق لربع ساعه صباحا باكرا. خليني انا اخذ الفيتامينات يعني لو جزء بسيط احسن من لا شيء. ما حسنت انا الصبح، هو الافضل الصبح، ممكن قبل المغرب بساعه ساعه ونص كمان اني اتعرض للشمس لساعه لربع ساعه، كمان ممكن اخذ جزء بس الفتره الصباحيه احسن. ممكن اكل الفطر اللي هو المشروم كمان هو غني بالفيتامين د، خصوصي اذا انا ممكن اعرضه للشمس وممكن اخذه مباشره. كمان عظم السردين يلي نحن بناكل السردين من كب العظم، هو العظم هو غني كمان بالكالسيوم، ممكن ناخذ اليخنة، ممكن البروكلي كمان كلها هي غنية. الفيتامين سي ممكن ناخذه من الحمضيات بالإضافة للورقيات، ممكن ناخذه من الحمضيات والتوتيات هدول كلهم. الفلفلة بكل ألوانها الأخضر والأحمر والأصفر كمان غنية فيتامين سي. بس سؤال هون، في حالة طبخنا يمكن إن كان البروكلي إن كان الفليفلي، مقولة بتقول إنه ممكن تخف العناصر الغذائية الموجودة فيها، والبعض الآخر بيقول لا هي أبدا ما بتأثر، شو حقيقة؟ هلأ هو الأفضل بدون حرارة، هي بتخف بس ما بتنعدم. تمام. يعني نحن نحاول إنه يكون عندي خضروات طازجة يعني بدون ما أطبخها،
لو طبختها ممكن انا اخذها من مصادر اني لا اخذها مباشر. ممكن على الفطور نكون في عندي صحن خضره، على الغداء عندي صحن خضره، يعني دائما الخضره موجوده عندي لهتضل محافظه على الفيتامينات والمعادن، وخصوصي نحن المعادن حكينا انه هي موجوده بس اما بالحيوان اللي اكل اصلا من الاعشاب او من النباتات بحد ذاتها. طيب خلينا نحكي كمان على العمر والامراض. يعني بيقولوا كمان انه في اشخاص بس يكبروا شوي بالعمر بينقص عندهم بشكل طبيعي الفيتامينات وتعويضها بقلب الجسم، وفي امراض ثانيه ممكن تاثر على مدى احتفاظ الجسم ببعض الفيتامينات. هل مثلا مرضى السكر معرضين لانه يكونوا مصابين بنقص فيتامينات؟ خلينا نحكي عن هاي الحالات. نحن بالنسبه للاطفال دائما نفضل انه ما ينعطوا متممات غذائيه لانه لسه جسمهم عنده قدرة لتشكيل الفيتامينات أكثر، فنحن نهتم بغذائهم أول وبعدين ممكن إذا بحالات مرضية معينة ممكن ندخلهم ياهم. بالنسبة للبالغين عند عمر 30 بنبلش بقى الخط التنازلي إنه ممكن أنا جسم يحتاج أكثر. فوق 40 لا، أنا بحسن يعني بنصح إنه لازم نركز على هذا الموضوع أكثر. نحن وقت نحن نعرف شو عم ناكل، فدائما لازم نفكر انه انا شو اخذت اليوم من احتياجاتي، من حديد ولا كالسيوم ولا ولا ولا، فدائما نكون مركزه على هذا الموضوع. في امراض كثير بتسبب لي مشاكل مثلا مثل الغده الدرقيه، ممكن يكون عندهم بشكل دائم نقص فيتامين د، ممكن يكون عندهم حتى الحديد والبي 12، هدول يعني غالبا لازم يضلوا عم يعوضوا بشكل مستمر. مرضى السكر كثير معرضين لنقص كمان الفيتامين د والبي 12 بشكل كثير كبير، حتى الحديد، المشاكل الهضميه، حتى مشاكل الكبد، هدول كثير معرضين اني انا اخسر شيء من فيتاميناتي، لهيك لازم يكونوا مركزين اكثر. ولو ما عم نحسن نجيب متممات غالية ممكن نحن يعني جزء من الطبيعة أحسن من لا شيء. صحيح. خلينا نحكي عن نقطة يمكن بنشوفها بحياتنا رغدة بشكل كتير كبير، لما بعض الأمهات يمكن طريقة أكل أولادهم بتكون صعبة، شهيتهم يمكن مو دائما مفتوحة، فبيقولوا أنا بعطيهم متمم غذائي وبريح رأسي. هذا الشيء ممكن يعوض فعلا عن الغذاء اللي نحن بناكله مباشرة، أو حتى بأقل الخسائر خلينا نقول تحميهم من الإصابة إن كان بفقر الدم أو بنقص أي نوع من أنواع الفيتامينات؟ هي المجموعة الكاملة من الفيتامينات هي أنا برأيي هي غلط، يعني لازم أنا أبحث أنا شو النقص اللي عندي وكمل فيه، ما في داعي للمالتي فيتامينز. وكثير منتشر بشكل كثير كبير، يعني خلص بناخذ حبة أو معلقة وخلص بنريح راسنا. لا، هو دائما الشيء الطبيعي تفككه بالجسم أفضل. يعني نحن في مثلا تراكمية للفيتامينات إذا زادت عن حد ممكن إنها تعمل أذية للكلية أو أذية للكبد، فلهيك لازم يكون حذرين، يعني حتى بدون يعني استشارة طبيب غلط الموضوع أطفال ولا حتى بالغين. حتى صار منتشر كتير الفيتامينات للشعر والأظافر والجلد بشكل أكبر، فكمان هذا أنت مع هدول رغدة؟ مو بالصورة هي اللي عم ياخذوها الفوضوية ولا بالكمية الكبيرة اللي عم تتاخذ، لأنه هذا اللي كان بدي أسألك عنه، أنه نحن إذا صار وأنا بدي أخذ مكملات غذائية لأي سبب من الأسباب كيف بتتاخذ؟ يعني في عنا مشكلة بطريقة أخذها، في ناس بتاخده ثلاث مرات باليوم، في ناس بتاخده الصبح بالليل، في ناس بعد الغداء قبل الوجبة بعد الوجبة، هذا كله بيأثر على امتصاص الشيء الصحيح. خلينا بس نعرف إذا شخص عنده مكملات غذائية واصف له إياها طبيب، تمام، كيف الطريقة الصحيحة؟ لا، مثل الكالسيوم يفضل يتاخذ بكير، ما ناخده بوقت متأخر، يفضل نبعده عن منتجات الحديد حتى ما يوقف امتصاصه بالجسم لأنه هن بيتعاكسوا مع بعضهم. الفيتامين د ممكن أخده مع وجبة دسمة لأنه هو فيتامين منحل بالدسم. الفيتامين سي كمان ناخده مع وجبة الغداء اللي فيها حيكون أحد عناصر إن كان حيواني أو نباتي، في عنا ليثبت لي حديد. حديد، فناخذ الفيتامين سي حتى مع الغداء أو الحديد حتى مع الغداء ناخده، لحتى في ناس مثلا ممكن يضايقهم
الحديد هو تقيل شوي على المعدة، فأنا مضطرة أخذه مع الأكل حتى يخفف شوي، يخفف من آلام المعدة. في عنا الأوميغا 3 كمان الضروري، أنا إذا بدي أخذه على شكل متمم. هلأ الناس حسب شو عمرهم وحسب وزنهم، مثلا الناس اللي وزنهم عادي او ناقص فانا باخذ يعني محتاجه الاوميجا الفتره الصباحيه ممكن بعد الفطور، اما الناس اللي عندهم زياده بالوزن هن بحاجه للاحماض الدسمه اللي بالاوميجا 3 لانه هو جسمي ما بيكونها، فانا باخذها قبل النوم. استقلابها مساء بيختلف عن الصباح، فانا ما حيفتح لي الشهيه فممكن اخذه بشكل امن قبل النوم. فترة الصيف كمان تختلف عن الشتاء، يعني أنا ما فيني أخذه بالصيف يوميا لأنه هو ممكن يشعرني بالحرارة الدائمة، فممكن نخففه لمرتين أو ثلاثة بالأسبوع بكفي. أكيد نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ونتمنى فعلا يكون في هذا الوعي لما نحن بناخذ فيتامينات في استشارة طبيب لحتى ما يكون أخذها بشكل عشوائي ويمكن تصير ردود عكسيه للجسم تمام، من الكليه والكبد تمام. كثير ممكن انه يصير امراض حتى منها. اكيد نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لك. اهلا وسهلا.